امكانيه حجر صحي شامل، انت مع الحجر الصحي الشامل ولا؟ انا والله نجم نكون معاه ونجم نكون ماشي معاه، لازم نكون معاه معناتها ريت واحد على صحته وصحة دارهم كذا، أما نحنا زويل ولاد عمي ريت، لازم نطروا معناتها باش نجيبوا الخبز معناتها فهمت كيفاش، باش معناتها باش ناكلوا ريت، أنا ريت مرة ريت تلقت من الزبلة ريت مسكينة تلقت معناتها في من الزبلة ريت باش تمشي تتعشى ريت باش تمشي قسما بالله والله أغزر الشعب كيفاه، والله. شيء حالات تسخف بالرسمي وصغيرات ساعة معناتها صغيرات لازمهم يتفردوا عيد عم ناول زيد مساكنة كيكة احنا في حملة شعبية عاملينهم الجو اما لهنا فارغة عاد ما شدهاش انا الدار كي بعثني بعام حابس ما شدهاش الدار نمشي نعدي حابسي خير عاد علاش قاعد في الدار صغار شنو نعمل لها مش تحطني في الدار انت شنو مش نعمل لها هاي مش عطيني هو 200,000 كما عطاهم عم ناول عطاهم الموظفين هكا في الادارات عطاهم 200,000 شكون عطاه انا واحد من الناس كي تعطيني حتى زوز ملايين نرفض نخدم زوز ملايين ترفضهم نرفضهم عادي نخدم بذراعي ما تعطينيش سيبني خلينا نخدم اذا سامحني ترفض زوز ملايين معناتها تدخل اكثر منهم شنو هي نخدم نحب نخدم ما تعطينيش وانا نركض في الدار نحب نجيبها بحليلي انا نخدم الراجل يجيبها بحليلي يسرقوا ويجيبوا له ويعطوا فيها في الادارات ما عندها حتى مشكل والراجل يجيبها بعرق جبينه بطبيعه زدوا باش نموتوا احنا هكا ولا هكا احنا صايم موتنا وزيد يعمل لنا عصر صحي شامل مشينا على رويحنا نحن والصحة أبجل إيه الصحة أبجل هو تو مش يحصلنا في الديار مش يحصلنا في الديار في بالك نحن مش نقعدوا في الديار مش نخرج ونقعدوا في الحومة مش نقعدوا في الربوانيات مش نقعدوا تحت القهاوي مش نتلموا هي بيد العملية ما هو مش بدل حد شيء يا أخي هو مسكر عليا في الدار ولا مش يعمل لي زوز كراهب يدوروا روح شد دارك شكون مش يلقاه مش يلقاه الناس الكل برا هو يمشي منا ونحن نرجعوا من غاديكا والقهاوي تحل وهي بيدها الحكايه غير شنو هي مزيد تقفل البلاد جمله واذا كان وقفه المرض هي صحيح انا مش مع الحجر الصحي الشامل اذا كان مش نبقى بالحجر الصحي الشامل ما نصرف حد شيء وما ناكل حد شيء وما نصور حد شيء شنو هي الفائده نقعد في الدار شكون مش يصرف علي شكون مش يعطيني هو خاطر رئيس حكومه ولا رئيس دوله يصرف 30 مليون في الشهر يلقى ما يصرف انا ما عنديش نصرف الوضع الصحي والوبائي خطير جدا جدا ولكني انا مانيش مع الحجر الصحي الشامل خاطر نشوفه اللي هو تويكا ما عادش يفي بالغرض مانيش لا مع الحجر الصحي الشامل ولا مع توقيف العمل لانه بالنسبه لي انا نشوف كونه معناتها الوضع الصحي مربوط بوضع اقتصادي خطير وخطير جدا زاده وما ينجمش يكون لا او ديبون دو لوتر انت كي تسكر عليه جمله وما يلقى منين ياكل منين يشرب يسيب البنوك وسيب الشهري وعاون الرزمة ولا خليها وعمل حجر صحي شامل معناتها أنت مع الحجر صحي شامل ولكن أعطيونا الفلوس وعيشونا تنقضوا شدوا ديارنا كيف تقعد في دارك باش تاكل باش تشرب منين باش تصرف البرة ما تخرجش ممنوع والداخل في الدار ما فهم شيء وشو الحل؟ أنا مانيش مع الحجر الصحي شامل أنا مع الحجر الصحي لكن ما يكونش شامل أنا المعيشة والخدمة الناس تحب تخدم على راحة زادة والوباء هو أخوي كارثة عالمية وربي إن شاء الله ينجينا منها يا أخوي والدولة هي مسؤولة أخوي وكل مواطن قليل كيف تسكر عليه الدنيا كل كيف يعيش يعطيك الصحة احنا بكلنا قلة راهو مشكلة 80% من الشعب التونسي كلهم قليل وكلهم يقولوا يا محتاجين غير المعيشة هذه وإذا تسكرت عليه أخويا كيفاش يعيش بالحق ما عندك كيفاش يعيش هو كله يزق على رزق اليوم هذا ما تصورش فيه شوية فلوس حتى ياخذ معيشة بتاعه إن شاء الله ربي أخويا إن شاء الله ربي يرفع لنا الوباء هذا يرفع لنا غلاء المعيشة زاد شيء مش نورمال أنا ضد الحجر الصحي الشامل ضده ما ربي باش يعمل حجر صحي ثامن وين الماديات اللي باش يعوضوها للشعب؟ باش يوكلوا الشعب؟ راهو اللي يعمل حجر صحي شامل يلزم يعوض للشعب يعطيه باش ياكل يعطيه قوته باش ياكل مش يعمل له حجر صحي شامل وهو جيعان هو الشعب جيعان الشعب ما عاد عنده ما ياكل والسيد اللي الناس اللي ماشيين في المشهد السياسي توا الغنوشي والشمشيشي والا قيس سعيد ما عندهم حتى استراتيجية على الحجر الصحي شامل انا ما نجموش الحجر الصحي انا ما نجمش نقعد في الدار انا ما نجمش نقعد 24/24 في الدار منين باش ناكل ما نجمش نقعد في الدار ما نجمش نمشي طلع على اختي نمشي طلع على امي فهمتني او عندي امي مريفه انا تو باش فاهم عندي امي مريفه بالكورونا
فهمتني؟ ها مشيت عندي على عينيها روحوا بها بالكورونا. معناتها امك تو مريضه بكورونا؟ بالكورونا تو امي في حبيب فيمن مطيشينها غاديك. ما قبلتها؟ دخل لها ما خلوناش ما خلوناش ندخلوا لها فهمتني؟ نكذب ما عادش بيه. صاحبك قال لك امك مريضه بكورونا وساعه كامله تمشي معايا وتعنق فيا. ما عادش بيه مانيش معاها انا امي نعيش وحدي انا. نعيش وحدي ومبليس انا بطال. عندي 15 سنة بطال في تونس. 15 سنة بطال. 15 سنة بطال. سامحني قداش عمرك شو خدمت؟ عمري 44 نعمل طولة ودهينة، نعمل فو، نعمل دهينة، نعمل تصور في بالك. سبعة سامحني سامحني سبعة صنايع والبخت ضايع. البخت مش ضايع، غادي من ضايع في البلاد هذي. فهمتني؟ حاصيله 200,000 متاع عامل يومي، متاع معاق، ما عطاونيش، ما خذيتش. لا عامله ولا سنة فما شكون خذيها مرتين فهمتني؟ عندي خويا معاق عطاوه 200 فهمتني؟ انا معاق ما عطاونيش فهمتني؟ حاسيلو بلاد لا يوريك خليني هكا لي برخي حاجة صحي زايد يعملوا فيه. معناتها انت ضد الحجر الصحي شام؟ ضد الحجر الصحي. اذا كان مش عامل حجر صحي، اذا كان مش حد حجر صحي الصحي باش تحطني فيه باركينج، باش تحطني في الجيول، باش تحطني في المرنقيه، باش نصرف شنو باش ناكل انا؟ كيفاه فسر؟ ايه شو باش ناكل؟ تو كي باش تكتفني انت حطني حاجه سهله شو باش ناكل؟ حاجه اخرى الواحد باش يمشي لوالديه باش يجي لفاميلته. اسمعني مليح يا خويا، الواحد باش يمشي لفاميلته باش يتنقل يشد دارو مش معقول هكا. نعلمك نعلمك على حاجه تونس الترهبيه تونس 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 مراه بلا راجل. تونس امه هربت عليها اولادها. تونس تهمشت، تونس مشات على روحك. القوي القوي نزل على الضعيف. حسب رايك انت في الوقت هذا عيد وليالي مفترضه معناتها والعباد كلها قاعده تسقاط باش تدبر ريوسها باش تخدم، تجي في الوقت هذا تعمل له حجر صحي شامل. شوف شكون رد الفعل حسب رايك. شكون ردة الفعل قوية وقوية برشا، واحنا من يظهر لي البلاد قاعدة تركح في أمورها وهذايا يدفع نحو الانهيار والفوضى. وانا ما يظهرليش هذا يرضي الناس، لا يرضي لا المواطن ولا يرضي الدوله. يعطوا فيه في الامتيازات في الاوروب، انا عندي خويا في المانيا يعطوا فيه في امتيازات، يعطوا فيه في شهريه كل شهر وريقة في الدار. زادوه بالعكس يزيدوا فيه على الانضباط بتاعه، يزيدوا فيه على الانضباط كيفاش قاعد في الدار، يزيدوا فيه في الفلوس. اقعد في الدار ونحن نعطوك كنا نعطوا فيك في مليون مثلا، هاو نزيدوك 500 على خاطر سمعت كلامنا. نحن هنا في تونس مش يحطونا في الدار ويزيدوك عندنا فلوس في الدار باش يهزوا من عندنا. مش عيطونا يقولون هاتوا الفلوس يعالكم صورتوها في شهرين هذوما مدوهم رانا نحن مستحقين. يا دي حسر صحي شامل في بالهم باهي البلاد بصوص لكي عليهم ما عملوش حل من قبل، عليهم ما خموش فيها اربع شهور تاني ما خموش. هما حلوا الحدود خدموا مخاخهم في الصوره هذيك خدموا مخاخهم، حبوا يدخلوا بس يدوا فلوس بس تكون تدخل البلاد وبعديك يخمم فيها شنو هي برا. انت يا مصمم شد الداع يخسر عليك في الاذاعه ويخسر عليك بوخ كرهبة تتعدى بوخ شد دارك شد دارك. يا يعني شد دارك يا ودي انت باش تمكلني ولا عطيني ولا برا البلديه خذ 200,000 هنا قاعدك باش ناخذ 200,000 تاعك انت في البلديه شبيني في بالك انا نعيش بك ال 200,000 تاعك انت؟ 200,000 كانت ب 50,000 مرة سنترال تدخل تصرفها وتخرج، أنا 200,000 قاعد تعيش بها، شنو تحب ترجعنا كل صفر معناها بالرسمي كي قلتوا أنتوما باش نردوها فهمني حالة على الأخر وحالة الفوق جملة، هذا اللي وصلتوا له تو رديتونا مش على الأخر، نحيتونا المزمرة الجملة نحيتونا زواولة جملة وخليتوا كان لاباس عليها، تو شنو مزيان أكثر من هكايا، نزيدوا تحصرونا في الديار، برو حصرونا خويا خلي نزيدوا نموتوا في الديار تو ما عادش باش نموتوا لبرا. برشا عباد يقول لك إذا وصلوا عملوا حجر صحي شامل راهو حتى حد لو باش يلتزم راه بتصير فوضى كبيرة، رانا باش نتيحوا في نزاعات في قانون غابة باش نوليو. نوعدك وعد من هنا من هذا المنبر، نوعدك اللي أنا كنت نخرج مثلا السبعة بتاع الصباح باش نولي نخرج الست، باش تقول لي حجر صحي شامل باش نولي نخرج دوبل. لا ما عادش لا نمتثل ولا يمتثل هو. تموت بكورونا. ما كورونا نموت بها، كورونا مسكتني في الدار ومسكتني لبرا. كورونا واش بها هي غميضة نلعبوا ونتخبوا على بعضنا. ما نحموا روحنا نعملوا بافيت نعملوا الجيل كيف خلطنا عليه الجيل نعملوه انا ندور الدبوس الجفال تحتي ما عادش ولا الدبوس الجفال ندور ما عادش عملت الكول عملت الجيل نفى ربي ونفى الجفال ندور وكذا نقل جماعي قبل ما نطلع البونيات الكل نمسحهم له ننظف له كرامته وبعد نطلع وليت تنظيف انا هنا نخدم ما عادش ولا واحد يخدم على روحه شيء مازال حاصل واحد شيء من هاي يجيبونا قبل الصيف ويجيبونا قبل السيزون ما تبدا وواحد عام كامل يبدا يستنى في السيزون ويستنى في الدنيا باش يدور الدولاب هاي حصر صحي شامل.